قبل أن نبدأ لا تنسوا أعزائي المشاهدين دعمي من خلال تسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى نبلغ عتبة 100,000 مشترك في القريب العاجل بحول الله تعالى. لم يعد يهمهم على الإطلاق اسم المنافس الذي سيستضيفونه بالملعب الأكثر صخبا بالجزائر وخارجها، ودم قادرين على حسم المباريات بنتائج كبيرة وإسعاد جمهور غفير وصفوه بالشنوي أن كان يوازي شعوبا بكاملها في دول أخرى، جمهور يحتل المنارج الجنوبي وكافة زوايا المدرجات برسم هذه الصور واللوحات التي قل نظيرها عبر العالم. يستمر تألق المولودية هذا الموسم في الدوري الجزائرية من خلال تحقيقها للفوز السادس تواليا مقابل خسارة يتيمة مفاجئة أمام النادي الرياضي القسنطينية. الضحية هذه الأمسية كان نجم مقرى الذي سافر نحو العاصمة يائسا ومؤديا للواجب لا أكثر، ليعود كسابقيه نحو دياره محملا برباعية فقط حضرت فيها لمسة بالليل كالعادة. فوز وصدارة مستحقة وآمال عريضة بتحقيق لقب طال انتظاره في بيت العميد الذي يخطو عملاقا نحو الاحتراف بمشروع طموح يعيد له الهيبة محليا وقاريا.